كما تلاحظون شيخ صالح، كثير من الأخوة المستمعين يتساءلون إذا ما أذنب أحدهم ذنبا يقول هل يقبل الله توبتي؟ هل من كلمة حول قبول توبة العبد إذا ما أذنب وتاب إلى الله؟ نعم، هذا ذكرناه وقلنا إن التوبة تجب ما قبلها، ويقبل الله التوبة من كل ذنب، من الكفر، من الشرك، من القتل، من أي ذنب. فإن التوبة إذا كانت توبة صحيحة مستوفية لشروطها فإن الله يكفر بها الذنب مهما كان ويغفره لصاحبه. إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يستثن منها شيئا. جزاكم الله خيرا.